صباح الخير يا كيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هناخد مع بعض حرف جديد اسمه حرف الغين. هناخد مع بعض اسمه ايه؟ حرف ايه؟ الغين. احنا اخدنا قبل كده حرف شبهه كان اخوه بالظبط، اسمه حرف العين. حرف العين هو اخو بالظبط حرف الغين، بس حرف الغين الجميل بتاعنا اللي قدامنا ده فوق راسه نقطة، فوق راسه ايه؟ نقطة واحدة بس. طيب تعالوا مع بعض نفتكر كده، احنا اتفقنا قبل كده ان كل حرف عنده ثلاث حركات، فتحة وكسرة وضمة، فتحة وكسرة وضمة. الفتحة بفتح فيها بقي، والكسرة بكسر فيها بقي، الضمة بضم فيها بقي. طيب احنا اتفقنا يا كيجي ان حرف الغين عنده ثلاث حركات، يا ترى ايه هما الثلاث حركات بتوع حرف الغين؟ غ غي غو، غ غي غو. غين فتحة، غ غزالة. كلنا يا كيجي عارفين الغزالة اللي بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في الغابة. الغزالة الجميلة بتاعتنا دي بتبدأ بحرف الغين، بتبدأ بحرف الغين، والغين فوق راسها نقطة واحدة بس. غين فتحة، غ غزالة. طب تعالوا كده يا كيجي نشوف نتعلم مع بعض بكتب حرف الغين ازاي. بقف فوق السطر بتاعي بالظبط واعمل نص دايرة مفتوحة صغنونة، وما سيبش القلم من ايدي، وانزل اعمل دايرة كبيرة تحت السطر، وما انساش يا كيجي النقطة بتاعتي والفتحة. تاني بكتب غين فتحة ازاي يا شاطرين؟ بعمل نص دايرة صغنطوطة فوق السطر، وما سيبش القلم خالص يا كيجي من ايدي، وانزل اعمل نص دايرة مفتوحة كبيرة تحت السطر، واحط النقطة بتاعتي الجميلة والفتحة. تاني يا كيجي بكتب غين فتحة ازاي؟ يلا شاطرين. بعمل نص دايرة صغنطوطة فوق السطر مفتوحة، وما سيبش القلم من ايدي، وانزل اعمل دايرة كبيرة تحت السطر، واحط النقطة والفتحة. يلا نفتكر مع بعض تاني. غين فتحة، غ غزالة. غين فتحة، غ غزالة. طيب احنا كلنا شاطرين وبنسمع كلام ماما، وبناكل ايه؟ بناكل الفاكهة، وبنشرب اللبن، وبناكل الخضار. طيب كل ده يجي عندنا اسمه ايه؟ وبيبدأ بحرف الغين، اسمه غذاء. اسمه ايه؟ غذاء. برافو عليكم يا كيجي، انتوا كلكم شاطرين وبتسمعوا كلام ماما وبتاكلوا ايه؟ الحاجات المفيدة اللي تفيدنا. زي ايه؟ زي الموز واللبن والتفاح والجزر والبرتقال. كل ده يا كيجي انا بسميه ايه؟ غذاء. بسميه ايه يا كيجي؟ غذاء. حرف الغين بيبدأ كلمة غذاء بحرف الغين. طيب أنا كده عملت إيه؟ أنا قلت غي. غي دي فتحة يا كيجي؟ أكيد لأ، دي الكسرة اللي موجودة عندي فين؟ تحت. يبقى يلا مع بعض، غين كسرة غي غذاء. تعالوا نفتكر مع بعض حرف الغين تاني بيتكتب إزاي؟ بعمل نص دايرة صغنطوطة فوق السطر، وما سيبش القلم من ايدي، وانزل اعمل دايرة كبيرة تحت السطر، واحط النقطة فوق راسها نقطة واحدة بس، واحط الكسرة بتاعتي فين يا كيجي؟ بحطها تحت حرف الغين. غين كسرة غي غي. انا قلت كسرة، كسرة بكسر فيها بقي. غين كسرة غي غذاء. بكتب غين كسرة ازاي تاني؟ دايرة نص دايرة صغنطوطة فوق السطر، وما سيبش القلم من ايدي خالص يا كيجي، واحط ايه؟ واعمل دايرة كبيرة تحت السطر،
واحط النقطة بتاعتي فوق راسها وما انساش الكسرة تحت. برافو. بكتبوا هين كسرة ازاي يا شاطرين؟ بعمل نص دايرة في أنطوطة فوق السطر وما سيبش القلم من ايدي، وانزل اعمل دايرة كبيرة تحت السطر واحط النقطة فوق راسها والكسرة تحت. يبقى احنا خدنا ايه كمان؟ غير كسرة غي غذاء. الغذاء الجميل اللي ماما بتديهولنا عشان نبقى اقوياء ونكبر، زي الموز واللبن اللي احنا بنشربه الصبح قبل ما نروح المدرسة، والتفاح الجميل والجزر والبرتقال. كمان عندي تالت حركة اللي اتفقنا عليها يا كيجي، بتاعت حرف الغين. غين ضمة، غين ضمة، غو غو. شايفين انا بضم بقي ازاي يا كيجي؟ غين ضمة غو غصن، غين ضمة غو غصن. شايفين